نعرف لو جزء المسلسل واتعرض عليك انطباعك عنه. ليه؟ انا مش سامع. لا هو بينجح. انا بالنسبه لي، انا اول لما قريت الورق بالنسبه لي كان الكاركتر شخصيه نعمان كانت مثيره للاهتمام جدا، وانا عارف ان انا هشتغل مع ناير وصدقي وساره ووجود في العمل امير عيد وتامر وراكين وحسن ابو روس. ده كان بالنسبه لي كان حاجه مفرحاني، لان احنا نعرف بعض من زمان جدا واشتغلنا مع بعض حاجات مختلفه، ففكره ان احنا نبقى ملمومين في عمل في المساحه دي من الشخصيات ومكتوب بالشكل ده، وان احنا كلنا بنفكر ان كل واحد فينا هيضيف للشخصيه ايه والشخصيه بتاعته هتضيف للمسلسل ايه، اعتقد ده كان حاجه من الطف الحاجات اللي كانت محمساني ان انا ابدا شغل على المسلسل فيها. دايما كنا بنشوف صراع في شخصيه نعمان، كان في صراع كده اللي هو ما بين انا عايز ابقى معريفه وحاسس ان هم هيغيروا حاجه، وما بين ان انا عايز اشوف بالعقل كده ان انا عايز برضو ابقى مع العقل شويه. انت ازاي تعاملت مع الموضوع؟ هو انا بالنسبه لي هو نعمان هو خايف يخسر، فهو طول الوقت هو خايف، يعني الناس شايفة ان هو مصلحجي، لكن هو الحقيقة هو خايف ان هو يفوت ده فالبند التاني يسيبوه، خايف انه الشهرة اللي هو كان موجود فيها لما مروان جه بقى ان شهرته دي هتقل في النادي، او ان أباظة لما جه يبقى، فهو طول الوقت هو عنده صراع ان هو لا انا عايز احمي نفسي باي شكل، عايز ابقى قادر الم على كل خيوط اللعبه. فهو ده اللي نعمان بيعدي بيه طول الوقت، ولما بنكتشف الى اي مدى هو خايف من ده من جوه، وفي تفاصيل اكتر كمان ان شاء الله، يعني لو الجزء الثاني اتعمل هتبان اكتر عن نعمان، في 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 ليفل تاني بيخليه التغير اللي حصل بقى من التسعينات لدلوقتي فارق جدا. تمام. طب نعمان تقريبا الشخصيه الوحيده يعني فرقه ملهاش بالموسيقى قوي، يعني بعيده شويه. عملت ازاي مع الموضوع؟ لا تاني يعني لا مش نعمان. مينا. كان انا اشتغلت الحقيقه من اول ما جالي الورق، انا بالنسبه لي ده كان تحدي لطيف جدا ان انا اشتغل على نفسي في فكره المزيكا، لان انا بحب المزيكا جدا وبسمع الفرقه ليهم علاقه بالمزيكا، يعني بالظبط، يعني صديقي ليه علاقه بالمزيكا، حسن ليه علاقه بالمزيكا، طبعا تامر وامير. فانا كان في تحدي حقيقي ان انا لازم ده، يعني حتى امير في الاول قال لي امينة تعالى ونقعد نشتغل سوا، وبعدين واتشت وفروا لي ان يبقى في حد بيعلمني، وانا رحت كلمت اصحابي المزيكاتيه، يا جماعه انا بدور على بيزست، فقالوا لي في فلان وفلان 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 وفلان، فرحت قعدت اتكلمت معاهم كلهم على اساس ان انا اشتغل والعب واجرب، وبقى انا ماسكه الجيتار في ايدي مش غريبه، ولحد النهارده انا بتعلم بيز، حتى بعد ما المسلسل خلص انا لسه مكمل عندي حصه في الاسبوع مركز يعني. طيب كنت عايز اسال السؤال الثاني عشان نور باظ الدنيا. لا لسه هسال بقى، افتكر السؤال عشان انا نسيت. تمام.